لاباس، انتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا سمحتوا دونك نبداو الاجتماع ديالنا. أولا كيظهر لي بأنه يعني فوقنا باش يكون واحد الاتفاق اللي توقع عليه الحكومة وتقدر توقع عليه يعني النقابات المركزية، وحنا جد فرحين مصورين أنه توصلنا النتيجة اللي هي ذات أهمية من بعد حوار ونقاش مع الفريق الحكومي اللي كيترأسو شي تكيب بن موسى، اللي دام هاد جوج الأسابيع واللي تخدى بجدية وبالمعقول باش نقدروا نوصلوا. أنا كيظهرلي بأنه في هاد الظروف الحالية وكتعرفوا الظروف كيفاش ليها لا العالمية ولا الداخل، قلة الأمطار ولا هذا، أن الحكومة عملت مجهود اللي هو جبار وكبير باش تواكبكم وتواكب يعني الأساتذة. وكذلك مرة أخرى نعبر بأنه إن شاء الله هاد الاتفاق اللي غادي نوقعوا عليه غادي يخلينا أنه نمشيو أسرع إن شاء الله في تنزيل الجودة ديال التعليم اللي بغيناها تكون في يعني داخل المؤسسات ديالنا. دونك هذا الاتفاق اللي تم توقيع ديالو اليوم تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة هو تيحل واحد العدد ديال المشاكل فيما يخص لا زيادة في الأجور اللي هي تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة الأجور لكل الموظفين ديال القطاع، وفي نفس الوقت كانت أيضا واحد العدد ديال الملفات فئوية اللي هي كانت مطروحة لعدة سنوات واللي تم الحل ديالها ووضع حلول ديالها. هذه محطة جد مهمة لأنها غتساعد أولا باش تخلق واحد الجو داخل إيجابي داخل القطاع، ونتمنوا غتساعد أيضا باش الاستئناف الدراسة ديال التلاميذ واستجابة مع أيضا الانتظارات ديال الأسر وضمانا للزمن المدرسي ديال التلاميذ، ونتمنوا أيضا بأنها غتفتح أيضا أفق جد مهمة لتسريع الإصلاح داخل المنظومة. والآن حنا عندنا تجارب اللي تتبين بأن كاين أثر إيجابي اللي يكون تعبئة ديال كل أطراف، ومن طبيعة الحال لا هيئة التدريس ولا هيئة الأطر الإدارية تتلعب واحد الدور جد إيجابي في مواكبة هذا الإصلاح.